السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. عايزه اقول لك ان انت مش هتندم ابدا لو كملت القراءه للاخر. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. مظلومين حاليا، انتوا مظلومين حاليا، انتوا غلطتوا غلطه واحده بس، قرار غلط ندمانين عليه. بسم الله ما شاء الله. اول حاجه انتوا اتخنتوا، انتوا بتتخانوا، انتوا اتظلمتوا، خاب ظنكم او تعبتوا. حاليا انتوا تعبانين، حاليا انتوا تعبانين نفسيا. عندكم علاقه مع الابراج الترابيه، او عندك كلام بينك وما بين حد من الابراج الترابيه، عندك كلام، عندك حيره، عندك دوامه داخل فيها لوحدك. خلي بالك انتوا من صغر سنكم، وانا دايما اقول لكم ان انتوا شايلين مسؤوليه من صغر سنكم، وانتوا قلبكم مكسور. كل ما بتقول هانت بترجع اسوأ ما كانت، مفيش علاقه عندك بتكمل ابدا. سبب المواضيع دي ايه؟ سحر. سبب المواضيع دي ايه؟ سحر. ايوه عندك سحر. السحر ده بوقف الحال، السحر ده وقف حال لحياتك، وقف حال عن شغلك، وقف حال عن حياتك العاطفيه بالاخص. وفي حد عامله لك، والحد اللي عامله لك ده واحده ست، والست بأس من حد، يعني حد هو اللي مسلطها. الست دي خبيثه. هقول لك ثلاث حروف من اسمها وانت تعرف مين هي. هقول لك ثلاث حروف وانت تخلي بالك. عندك حرف السين وحرف الحاء والراء، ثلاث حروف دول ممكن يكون في اسمها حرف منهم. خلي بالك عشان قراءتك دي قوية جدا، القراءة دي هتقول لك كلام كتير جدا، علشان دي النية. انت حاليا بتقول مين هي اللي عاملة لي السحر، السحر اللي معمول لك في اسمها ثلاث حروف، والشخص اللي وراها او الشخص اللي مسلطها او الشخص اللي مخليها تخلي الست دي تعمل السحر في اسمه ثلاث، في اسمه مش ثلاث حروف، حرف من الثلاث حروف دول، الحاء او الميم او الدال، ثلاث حروف دول من اسم، يعني خد حرف منهم في اسم الحد ده. القراءة بتاعتك قوية جدا، وهتطلع فيها كلام كتير جدا يخص حياتك. خلي بالك ان انت عندك طاقة فرج وطاقة خير. عندك هنا حرف الواو، حرف الواو موجود في حياتك، وقع عليك منه أذى، حرف الواو ده وقع عليك منه أذى وظلم، وحرف الألف خانك وكسر بخاطرك. خلي بالكم من الحاجات دي. عندك أخت، الأخت دي حقودة وغيارة وبتلعب على الطرفين. الأخت دي بتاعت مشاكل، الأخت دي مش حبالكم الخير زي ما هي مبينة. ولو هي مبينة قدامكم إن هي حبالكم الخير، هي من وراكم تعبان كبير بيلف حوالين رقبتكم، أو مش تعبان، بتحاول تتكلم عليكم كتير. انتوا طيبين جدا، بتتعاملوا بطيبة، بتتعاملوا بحب، بتتعاملوا بحنان، بتتعاملوا باستغلال، بيستغلوكم من كل الأشخاص. واكتر اشخاص بتستغلكم مشاعر او حب او فلوس الابراج الترابيه، تلات ابراج الترابيين لو عندكم حد منهم، للاحسن ان انتوا تحاولوا توازنوا علاقتكم في الحياه علشان الامور تختلف بشكل كبير. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. حصل عندكم خطوبة أكتر من مرة، حصل عندكم ارتباط أكتر من مرة، ومفيش علاقة كملت، أو مفيش ارتباط كمل، مفيش حاجة اكتملت في العلاقات العاطفية،
ممكن تكونوا اتخطبتوا اكتر من مرة ودايما بيحصل فشل، مفيش استكمال بسبب العراقيل اللي في حياتك. عندك خطوبة الايام اللي جاية، او في تعارف، او في كلام حد هيتكلم عليك، في شخص قادم لحياتك، والحد ده هيكون خير ليك. الحد ده هيتم موضوعكم على خير ان شاء الله باذن الله، علشان انت ناوي تطلع ناس من جديد في حياتك. خلي بالك ان انت الفترة دي هيحصل عندكم سفر مفاجئ، هيحصل سفر مفاجئ فجأة كده، التليفون هيرن في مناسبة او في موضوع الله اعلم، بس هيحصل عندكم سفر مفاجئ، ومش هيكون تحت، مش هيكون ليه ترتيب خالص. وفي عزومة، حد هيتصل بيك برضو هيعزمك على مناسبة، مناسبة او هيبقى اكلة او خروج الله اعلم، بس في مناسبة هتتعزم عليها وانت هترفض. ليه هترفض؟ علشان الفترة دي في مشاكل كتيرة جدا بينك وما بين نفسك. الفترة دي انت حيران وتايه، بتصحى من النوم مصدع، بتصحى من النوم مخنوق، مش عايز تتكلم مع حد، حتى الشغل بتاعك كارهه ومش عايز تكمل فيه ولا عايز تشتغل فيه، وده كله بسبب العيون. انت لازم فورا تحصن نفسك اول باول، ولو عندك سحر لازم تعالجه، لازم تخرج اي صدمة من حياتك. قرار غلط انت خدته ندمان عليه لحد الان، في حاجات لحد الان انت ندمان عليهم، او ندمان على امور، ندمان على قرارات انت خدتها، في حاجات انت بتمشي فيها ساعات غلط بسبب العند بتاعك. انت شخصيتك قوية جدا، ما بتحبوش حد يسيطر عليكم، بتكرهوا جدا القيود، مجرد ما بتحس انه في حد ممكن يسيطر عليكم او يعمل عليكم شخصية بتنسحبوا من حياته وتطلعوا، عشان ما بتحبوش الكلام كتير جدا في حياتكم. اشخاص هاديين جدا دايما بيدوروا على الامان وعلى راحة البال، بتدوروا دايما على الاستقرار، بتدوروا دايما على الحب والاحتواء، وده طبعا الحاجات دي انتوا فاقدينها خالص، بسبب ان كل شخص بيدخل حياتكم انتوا بتحطوه في مكانة ما يستاهلهاش، يعني بتحطوه بتدوه حب كبير، بتقفوا جنبه وممكن تساعدوه وممكن تيجوا على نفسكم علشان خاطر الشخص ده، وصدقوني في الاخر الشخص ده ما بيستاهلش، وهو اللي بيخونكم وبيجوا عليكم، ومش كده وبس، كمان ده انتوا بتتظلموا منه وبتقولوا يا ريت اللي جرى ما حصل. صح ولا غلط؟ قلتوها كم مرة في حياتكم؟ الايام دي من اكتر الفترات اللي انتوا بتتحاسبنوا، بتقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، بتتحاسبنوا كتير في اشخاص حواليكم، واكتر ناس بتتحاسبينه فيهم هي الابراج الترابيه. عندك ست، خلي بالك الست دي قصيره وقمحويه، الست دي حقوده، ممكن تكون بتلبس نظاره او لابسه، يعني في باين ان هي لابسه نظاره او بتشتكي من عينيها الله اعلم. الست دي حقوده، فيها غل، فيها غل كبير جدا، اذا كانت ام الشريك او حد من الجيران الله اعلم. الست دي معديه 50 سنه، حقوده وغياره، وعشان كده الفتره اللي جايه هيكون عندك فتره راحه، علشان انت هتكتشف حاجات كتيره جدا في حياتكم، هتطلعكم من اي مشكله انتوا بتمر بيها او من اي صدمه انتوا بتعانوا منها الفتره دي. الفتره دي من اجمل الفترات اللي هتحطوا النقط على الحروف، وهتربطوا احداث ببعض، وهتطلعوا حاجات كتيره جدا من حياتكم، علشان انتوا ناويين تغيروا، وطول ما انتوا ناويين تغيروا صدقوني هتطلعوا من كل الصدمات اللي انتوا حاليا بتعانوا منها. ولو خاب ظنكم اكتر من مره يبقى المشكله فيكم انتوا، انتوا اللي بتتسكوا، انتوا اللي بتدوا، انتوا اللي بتتيجوا على نفسكم من اجل رضاء ناس ما تستاهلش. حيه عندك بتتبدل الوشوش، بتتبدل الالوان. الحيه دي ممكن تكون مرات اخ، مرات اخ حقوده، مرات اخ مش لطيفه، شعرها طويل وبشرتها قمحويه وهي طويله. لو عندكم المواصفات دي
خلوا بالكم منها، كونوا حريصين من أدق التفاصيل اللي في حياتكم ومن قراءتكم، وتركزوا فيها كويس جدا. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. عندك تجمع عائلة، تجمع كلام، تجمع لم شم، الله أعلم. انت رميت الشبكة بتاعتك وناوي تحصد بقى، حاطط رجل على رجل وقلت خلاص، زي ما هتعاملوني هعملكم، زي ما هتأذوني هأذيكم، انا ما عدتش ارحم حد. بدأت تغير من نفسك، ما بقتش زي الاول ابو قلب طيب ابو قلب حنين، لا بدأت تتغير من نفسك بشكل كبير جدا. والفوضى اللي انت كنت عايش فيها الفترة اللي فاتت دي بدأت برضو تغيرها، ما بقتش زي الاول، بدأت تعمل حاجات مختلفة، بدأت تغير من نفسك، بدأت تشوف حاجة، تشوف ايه الحاجات اللي ناقصاك وتمشي عليها. عندك طريق انت مختاره، والطريق ده حلو، الطريق ده طريق خير في حياتك. انت بقالك مدة عندك حال واقف، بقالك مدة مخنوق ومتضايق، حتى كنت كاره الاجتماعات او كاره اللقاءات اللي بينك وما بين حد. فلو انت انتبهت لامورك كويس جدا هتطلع من اي مشكلة انت حاليا بتعاني منها. خلي بالك ان انت لو مسكت على فلوسك شوية الامور عندكم هتتحسن، الامور عندكم هتتظبط. احب ابشركم تاني، دي من اكتر الفترات اللي انتوا ناويين تشتروا، ناويين تتعلموا، ناويين تدرسوا. بعض منكم عايز يتعلم السواقة، البعض منكم بيشتغل علشان في هدف معين في دماغه، اللي عايز يجيب شقة، اللي عايز ينجح في دراسة، الله أعلم. بس انتوا ناويين تغيروا الأقدام بتاعتكم، وناويين تغيروا أي خطة في حياتكم. اتجاه الشريك نفور، نفور غير طبيعي، مش عايزين تتكلموا مع بعض. وفي طرف تالت بيوصل كلام، ربط أحداث، ربط أحداث بعراقيل كتيرة جدا. فخلوا بالكم من نفسكم وكونوا حريصين، وكونوا يعني متألقين بشكل غير واضح، وكونوا حريصين جدا. واحذروا لي من سلفة، سلفة حقودة غيارة. لو انتوا عندكم سلفة ففي سلفة هنا حقودة غيارة، وفي حد بوشين بيلعب على كل الأطراف. لازم انتوا تكونوا متألقين وواثقين من كل خطواتكم اللي عندكم في حياتكم، علشان لو انتوا فضلتوا مسلمين صدقوني هتتخانوا على طول، ومش هفيش هيبقاش في نجاح. بس عشان خاطر انتوا هتكونوا هتحطوا رجلكم على أرض صلبة، هتحطوا رجلكم على أمور مختلفة في حياتكم، هتوصلوا للهدف اللي انتوا عايزينه. ومش كده وبس، كمان ده عندك نجاح في مواضيع، نجاح في مشاريع، نجاح في حاجات كتيرة جدا هتنجحوا فيها الفترة اللي جاية. وبإذن الله هتحصلوا على حاجة معينة في حياتكم هتجبر بخاطركم إن شاء الله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. طيب عندك مكالمة تليفون جاية لك، في مكالمة أو في لقاء عاطفي، رجوع حد من الماضي عايز يرجع لك، الله أعلم. أنت ناوي، وطول ما أنت ناوي هتغير. بس اليومين دول أنت عندك وجع في معدتك غير طبيعي، اليومين دول حرفيا بتعاني من وجع في المعدة، بتعاني من ألم في الرجلين والصداع المستمر. وأكتر مشكلة عندك هي فلوسك المتبخرة. بس في سر، في سر عندك متداري ولسه ما اتكشفش. السر ده خلي بالك لو اتكشف انت ممكن تخرب الدنيا، انت ممكن تهدوا البيت على اللي فيه. السر ده متداري عليكم، لإما في حد بيكذب عليكم، الله أعلم. بس أنت بتفكر. في كمان هنا
ورق هيخلص، والورق ده هيكون خير ليك، ورق هيخلص من صالحك انت، او حاجة هتتيسر من بعد الضيق اللي انت كنت بتمر بيه الفترة اللي جاية. خلي بالك ان انت هيكون عندك تعويض في ذهب، تعويض في فلوس، تعويض في مواضيع كتيرة جدا انت خسرت فيها الفترة اللي فاتت، او انت خسرت. انتوا مسلفين حد فلوس ولا ناويين تاخدوا من حد فلوس؟ الله اعلم. في كلام يخص فلوس عندكم، لو انتوا ليكم عند حد فلوس فصدقوني مش هتاخدوها، علشان انتوا اديتوها سلفتوا حد بيقول بياخد الحاجة ما بيردش الفلوس. بفي اتصالات، فياريت عوضكم على ربنا، عشان خاطر انتوا بتغلطوا وبتمشوا من دماغكم، ما بتاخدوش رأي حد في حياتكم، وده غلط، لازم تسمعوا. وياريت من الأيام اللي جاية دي تتعاملوا في حياتكم بدقة أكتر، بطريقة مختلفة، يعني تتعاملوا بدقة، بإقلامية أكتر، بثقة أكتر، تتعاملوا بتلقاء أكتر، تتعاملوا بحاجات كتيرة جدا، تغيروا من نفسكم الفترة اللي جاية. أنا عايزاكم تتغيروا 180 درجة، وتيجي تكتبولي في الكومنتات تقولولي إحنا فعلا اتغيرنا، إحنا ما بقيناش زي الأول. ده اللي مطلوب منكم، علشان الاستغلال من كتر طيبة قلبكم هو اللي موقعكم في مشاكل. طيبة قلبكم هي اللي بتخلي الأشخاص تستغلكم وتضحك عليكم ويقولكم إحنا عايزين المساعدة، وهم أصلا ما بيكونوش عايزين المساعدة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. طيب بص، انتوا هنا عندكم خبر، والخبر ده انتوا في نطاقة انتظار ليه، مستنيين او بتدوروا، الله اعلم. بس انت فاقد، انتوا فاقدين حد عزيز على قلبكم، في حد كنت بتحبوه توفى، او في حد في خانقة او في ضيقة، في حد عندكم بيعاني من مرض، الله اعلم. في عندكم حد بيعاني، او انتوا بتعانوا من حاجات كتيرة جدا في حياتكم اليومين دول. في هنا صديقة، والصديقة دي خانتكم وهتيجي تطلب منكم السماح، او هتكون ناوية عايزة ترجع لكم تاني، هتكون نيتها سليمة اتجاهكم، بس ما تأمنوش لحد زي الاول، يعني هي هتكون فعلا راجعة وندمانة، بس ما تأمنوش لحد، يعني حد زي الأول. في حد بينك وما بينه بلوك على السوشيال ميديا، البلوك ده خلال كام يوم هيتفك إن شاء الله بإذن الله، وهيبقى في كلام بينك وما بين حد، بينك وما بين الله أعلم، بس البلوك ده 100% هيتفك، وهتيجوا تبشروني برضو. عندك كمان كلام هتسمعه، انت عندك واحدة عاملة صديقة وعاملة حبيبة بتيجي تقعد معاك، تسحب منك الكلام وتطلع توزعه بره، وتوزعه على الجمهورية. وعندك واحدة ست بتتكلم كتير جدا، بتحب تتكلم كده، طول ما هي قاعدة تتكلم وتتدخل في اللي ملهاش فيه، وتحب تعرف أدق التفاصيل اللي في حياة البني آدمين، وهي تلاقيها كده شخصية عاملة زي الإذاعة بالظبط، ما بتحبش تداري ولا تكتب، فيا ريت تخلوا بالكم منها، وقدامها ما تتكلموش عن اي حاجة تخص حياتكم، حتى لو انتوا عايزين تعملوا حاجة قدامها برضو ما تقولوش ان انتوا عايزين تعملوا، عشان بسبب الكلام اللي عليك والنقل الكتير انت بتعاني من ضيق، بتعاني من خنقة، حاسس انه مفيش تيسير في المواضيع بتاعتك، حاسس ان الدنيا كلها جاية عليك، وان انت بتعاني من امور كتيرة موقفة حياتك، او عامله لك عراقيل، عامله لك مشاكل، الله اعلم. في كذا حاجة او في كذا ضربة انت خدتها حاليا بتعاني منها، حصل عندك مواجهات او لسه هيحصل مواجهات، والمواجهات دي انت اللي هتطلع منها كسبان، هتطلع منها منصور. ليه؟ علشان عندك امضى، عندك وثيقة. وخلي بالك كل الشخص اللي ظلموك واحبطوك في يوم من الايام
هيرجعوا لك الفترة اللي جاية وهيبقى في كلام بينكم. ليه هيبقى في كلام بينكم؟ علشان خاطر انت هتوصل للهدف وهتوصل للحلم، وفترة من الفترات هتغير من نفسك بطريقة كبيرة جدا. قراءتك كلها مبشرة بسم الله ما شاء الله عليك. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. طيب الفترة دي انت ناوي الانفصال، ناوي تنفصل عن الشريك او ناوي تبعد عن الشريك، علشان حسيت ان هو مش مناسب ليك، حسيت ان هو شخص انت اتخدعت فيه، شخص انت اتظلمت فيه. لو انت ناوي على الانفصال ياريت تفكر كويس جدا علشان ما تندمش بعد كده. فكر كويس جدا في القرار الصح واطلع في الطريق الصح، ولو كان في حد بيحاول يستغلك فياريت ما تسمعش كلام حد. حاول تهدي أعصابك الفترة اللي جاية علشان خاطر انت اليومين دول عصبي، عصبي جدا، وملامحك بدأت تدبل، ما بقيتش تهتم بنفسك، رغم ان انت كانت أولوياتك الأول هي اهتمامك بنفسك، وهي ان انت ازاي تسعد نفسك حتى لو مش فيش حد في حياتك هيسعدك. بس الايام دي انت مهمل في نفسك جدا. الحاسة السادسة هي اللي هتخليك تربط الاحداث ببعضها، وهي اللي هتخليك تحط ايدك على الزرار وتبعد وتقطع وتمشي وتهرب من اي حاجة. بس في موضوع شاغل بالك، والموضوع ده مخلي دموعك على خدك. يا هل ترى ايه؟ ايه الموضوع اللي شاغل بالك قوي كده ودموعك على خدك بسببك؟ انت من الشخصيات اللي ممكن دمهم يتحرق في ابسط من ثانية، ثانية كده تلاقي تحويل 180 درجة. ليه؟ علشان قلبك طيب. ليه؟ علشان حظك قليل. ليه؟ علشان معمول لك سحر وقف الحال. فياريت تهدي نفسك خالص، اللي انت فيه ده كله سببه سحر، وهتفتكر الكلام ده كويس. ممكن البعض منكم يكونوا راحوا المشايخ، البعض منكم راحوا المشايخ اللي قال لهم سحر مدفون، اللي قال لكم سحر مشروب، اللي قال لكم كلام كتير جدا ولحد الان، وفي ناس ممكن تقول لكم مين كمان فكوه لكم ومفيش اي نتيجه. فياريت تخلوا بالكم وتحصنوا نفسكم اول باول، طول ما انتوا عايزين تتعالجوا من اي حاجه يبقى عليكم وعلى التحصين الاول وعلى نيه العلاج. وطول ما في نية العلاج ربكم هيشفيكم بإذن الله، وهيطلعكم من أي مشكلة انتوا بتعانوا منها أو من أي حاجة. بس عايزاكم كمان تعيدوا حساباتكم، وتعيدوا أي حد موجود في حياتكم، وتعرفوا الأشخاص دول موجودين ليه وعايزين منكم إيه، وإيه الحاجات اللي ممكن يقدموها لكم في وقت من الأوقات انتوا تحتاجوها، والأشخاص دول هيفضلوا لحد إمتى ممكن يكونوا كذابين ومنافقين في حياتكم. طول ما انتم متألقين وواثقين من خطواتكم هيكون عندكم نجاح لامع بإذن الله. والست اللي وشها مدور وعينيها تحس ان عينيها زايغة كده، هي صغيرة في السن وشها مدور وبشرتها قمحوية، خلوا بالكم منها علشان خاطر دي دايما بتقفل عليكم كل البيبان حتى لو كانت خير. طيب اليومين دول في حسد شديد، حسد شديد انتوا بتعانوا منه، علشان كده زي ما قلت لكم الفلوس متبخره او في مشكله تخص الفلوس عندكم، في مشكله تخص المال عندكم. كونوا حريصين على المال بتاعكم علشان خاطر انتوا بتعانوا من وقف الحال، بتعانوا من ضغط نفسي مسبب لكم مشاكل. اليومين دول من اكتر المشاكل اللي عندكم الضيق والخنقه اللي بتجي لكم من غير اي سبب، او من المشكله اللي بتظهر في حياتكم فجأة كده، الامور بتتبدل فجأة كده، الامور عندك بتبقى فيها عكسات، بتبقى فيها اختلافات. الفتره اللي جايه دي هيكون فيها بعض الراحه لحياتك، او من بعض الانطلاقات الحلوه اللي ممكن تفعلها او ممكن تاخدها في حياتك باذن الله. هيكون فيه كمان قرار مهم، القرار ده هيتوقف حياتك عليه، بمجرد ما هتاخده
هتمشي في الطريق الصح او هتعمل خطوة جديدة في حياتك، خطوة ايجابية بإذن الله. انت طول ما انت ناوي على الخير مش هتلاقي غير في حياتك خير، طول ما انت مستني خير هتلاقي برضو ان اللي انت منتظره خير، بس انت صابر صابر ومتكل على ربنا مش متكل على العبد، متكل على الله فقط لا غير. وعلشان كده الراحة الدايمة هتكون من حياتك مع الاستقرار الكامل لأمورك بإذن الله. اوعى تتنرفز في وقت حد ممكن يعصبك فيه، حاول تهدي أعصابك الفترة اللي جاية. ولو عجبتك القراءة انزل وقولي في الكومنتات، ولو بتعاني من سحر ولا من قرين ولا تبيعة ولا وسواس هتلاقي لينك قناتنا التانية في أول تعليق على الفيديو، ادخل وخد العلاج اللي انت محتاجه وقولي رأيك في الكومنتات على قراءتنا النهاردة.